أهلا معكم المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم بحلقة استثنائية من برنامجنا برنامج حديث الحدث مع البروفيسور جاسم عجاء خبير اقتصادي واستراتيجي وأستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية أهلا وسهلا فيك بروفيسور وشكرا لحضورك شكرا على دعوتك الكريمة هذا شرف نكون معك يطول بعمرك بروفيسور حلقتنا اليوم محورة يعني اقتصادي بامتياز بدءا من الوضع الحالي مرورا بموازنة 2019 وصولا إلى مشروع موازنة 2020 إلى مؤتمر سادر وإلى وضع الليرة بداية هل فعلا نحن أمام أزمة اقتصادية مخيفة في لبنان جعلت من العالم تشعر يشعر نحن نسير من السيء إلى الأسوأ؟ يعني هلأ الأزمة الاقتصادية تعريفها هو أول شيء أهم شيء هو تعريفها للأزمة الاقتصادية لأنه مش كلمة سوء الحالة حد مني في يقول أني أنا والله بأزمة اقتصادية لا في معايير معينة بتعتمدها بيعتمدها العلم تيقول إذا في أزمة ولا لا بده يكون في تراجع بالمؤشرات الاقتصادية بمعظم المؤشرات الاقتصادية حتى أقول أني أنا بأزمة اقتصادية هلأ هذه المؤشرات مما لا شك فيه أنه بلبنان كله أنه كل هالمؤشرات هذه عم يكون فيها تراجع يعني فينا نقول نحن ببداية أزمة بداية هذه الأزمة رح يكون أول شق فيها النمو الاقتصادي يلي هو هذه السنة صفر أه ولكن هذه منه كارثه يعني ما في يقول اني انا والله عم بنهار اقتصاديا لا بس اني بلشت بازمه ازمه أه أه نمو اقتصادي يعني السنه الماضي طلعت كدوله لبنانيه 54 مليار دولار هاي السنه ما راح طلع اكثر من 54 مليار دولار فاذا في عندي مثل نوع من الركود الاقتصادي وهذا الركود الاقتصادي بالسياسات الاقتصادية يتطلب شيء من تحفيز اقتصادي أكيد من خلال السياسات المالية للدولة اللبنانية تحفيز يعني ممكن مثلا سن قوانين شديدة تشجع على الاستثمارات تشجع هذي على العجلة الاقتصادية هذه من بيناتهم هلأ لما بنقول سياسة مالية يعني بتعتمد بشكل أساسي على تحفيزات الدولة من ناحية السياسة الضريبية أو حتى أن الدولة تقوم بالاستثمارات المشكلة أنه نحن عندنا وضع خاص بالمالية العامة يلي ناتج عن الفساد المحمي بالمحاصصة السياسية والحزبية والطائفية مالية الدولة تعبانة عندنا عجز متراكم وبالتالي هناك صعوبة على الدولة اللبنانية أن تقوم باستثمارات صعوبه ان من ناحيه خليني اقول القطاع العام او من ناحيه السياسه الضريبيه يعني تخفف ضرائب عن الناس حتى تشجعهم على الاستثمار ببعض القطاعات هذا الامر ما بيخلي له هامش كبير لذلك بنشوف بمؤتمر سادر نقطه كثير مهمه على هذا الصعيد لانه راح يجيب اموال تستثمر بقلب الاقتصاد ترجع تعمل له تحفيز نعم. لا رح عليه الصوت. من بعد ما من بعد لقاء الرئيس عون بنيويورك مع الرئيس الفرنسي وسبقه قبله لقاء الرئيس الحريري مع مكروم فيما خص مؤتمر سادر هل هل بتشوف انه العلاجات المقترحه اليوم للخروج من الازمه كافيه في حال في حال ما كانت الاولويه هي لاستئصال الفساد ولمكافحته ولي ولي وقف الهدر في ميزانيه آه الدوله اللبنانيه يعني كله يمكن بيجي بدرجه ثانيه في حال احنا ما فتنا الى صلب صلب المشكله يكون هناك خلاص للدولة اللبنانية بدون تطبيق ورقة بعبدة المالية الاقتصادية هذه آه الورقة بتشمل كل شيء بنتمنى كاقتصاديين انه نحطهم او نعملهم ننفذهم من ناحية الاصلاحات او من ناحية السياسات اللي بدها تنعمل المشكلة انه آه، تم التوافق عليها من قبل الاحزاب كان في تحفظ لما نطلع من اوراق جديده ما هيدي المشكله لا هيدي انه لا, 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 لا الورقه يعني ليش عم بروح دور على بعيد لحد هلا بعد في عندي ناس عم يقترحوا آه ما بعرف شو اجراءات ولا شو بدي الاجراءات عندك ورقه كامله مكتمله عم نقلكم من منبر آه الاختصاص عم نقلكم انه هاي الورقه كافيه ووافية طب ورقة بعبدا المالية الاقتصادية هلا كل اللي كانوا مجتمعين ببعبدا وافقوا عليها للورقة باستثناء احد مكونات الحكومة احد الاحزاب المشاركة بالحكومة يلي ما اعترض على المضمون بس اعترض على الصيغة يعني بالمطلق فينا نقول انه في اجماع عليها للورقة طب ليه ما بتطبق هون بدنا نطلع نشوف انه في مشكلة يمكن نوايا انه ما بعرف بالمماطلة ايه لانه لانه ليك هذه الورقه هي ورقه اساسيه بتعالج مكامن الفساد وبتحفز الاقتصاد عرفت كيف وبس تعالج مكاين من الفساد يعني معناتها عالجت انت مليتك العامه لانه المية العامه عم تنقذ من وراء الفساد طب ليه ما بنعملها هذا سؤال اساسي ليه ما بنعملها طيب نحن بنعرف انه رئيس الجمهوريه ما بيقل هو ونازل دفش بالحكومه انه تت والقوى السياسية تيقوموا بتطبيق دقائق ورقة بعبد المالية الاقتصادية طيب لا مش عم بتصير لا ليه مش عم تنطرح يعني اليوم هلأ عم نناقش الموازنة نحن نناقش موازنة 2020 طيب السؤال طيب هذه أساسيات هاو تتقدروا تحطوا مستوى عجز مثل ما فرض عليكم مؤتمر سات مو... مط... روحوا طبقوا ورقة بعبد المالية الاقتصادية أنا باعتقادي عادي التلهي أو مثل ما بيقولوا تلطي خلف بعض الطروحات شو ما كان يكون نوعها ان كانت اصلاحيه او لا يعني منا عم من نشكك بال... بالطرح اللي بينعمل ولكن انا باعتقادي انه هذه مضيعه على الوقت لانه في عندي ورقه في, في بلش فيها في عندي ورقه في بلش فيها وهذه الورقه ورقه بعبد المالية الاقتصاديه مما لا شك فيه انه بت... 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 بتخليني اربح اقله 60 لـ 70 بالمئة من اللي لازم ينعمل نعم هل برايك في حال يعني هناك ازمه فعلا اقتصاديه سياسيه في البلد وقد تكون متاثره بما يحيط بالمنطقه من صراعات اذا بدك تحكي عن امريكا اذا بدك تحكي عن سوريا اذا بدك تحكي عن العقوبات اللي فرضتها امريكا هل برايك انه كمان المماطله وعدم تطبيقها بركا مرتبط بالشق السياسي ومرتبط بمشاكل المنطقه اكيد انا باعتقادي هذا الامر شغله مثل ما بقولوا ما بنشك فيها ما بنشك فيها ولا باي شكل من الاشكال في عندك عده امور واحد ارتباط لبنان نحن بنعرف انه بلبنان القرار السياسي هو اللي بياخذ القرار او بالاحرى السلطه السياسيه هي اللي بتاخذ القرار الاقتصادي لذلك لا يوجد فعلا فصل بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي ونحن بنعرف انه شئنا ام ابينا التاثير الخارجي على القرار اللبناني كثير كبير التاثير الخارجي على القرار اللبناني كثير كبير وهذا الامر تترجم بعده ازمات او بعده مطارح شفنا كيف القرار الخارجي له تاثير على القرار الداخلي للبنك بتعتبر مثلا اذا عن امريكا مثلا على الوفود يلي اجت يلي ناقشت الاوضاع الاقتصاديه والماليه والعقوبات نحن إن بنعرف انه المحاور او بالاحرى المكونات اللبنانيه خليني اقول مش انه ضروري تنتمي في منهم البعض بينتمي في منهم البعض لا بس المكونات اللبنانيه تتاثر بسياسه المحاور ان كان من ناحيه المحاور خليني اقول الولايات المتحده الامريكيه ان كان من ناحيه المملكه العربيه السعوديه او كان من ناحيه ايران وسوريا في عندي تاثير كبير على القرارات تبعول الحكومه لذلك الاشكاليه الكبيره انه هذا الامر راح عم ينعكس عليا مثلا راح اعطيك مثال كثير بسيط نحن بنعرف انه الولايات المتحده الامريكيه عملت مجموعه رزمه من العقوبات وفرضتها بما فيهم شملت نائبين لبنانيين وبعد في عندي هلا يقال انه في عندي على وزير بالحكومه حالي ونائب ايضا اضافي راح تفرض عليهم عقوبه طب ما تاثير على القرار لا لانه الحسب الله كان له رد بهذا الموضوع انه في عندي انا خطه تواجه الامر الولايات المتحدة الأمريكية طالبت الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف آآ رسمي من آآ آآ حرب ممكن يعملها حزب الله على إسرائيل وبالمقابل حزب الله يطلب من الحكومة اللبنانية أنه تاخذ موقف من العقوبات الأمريكية فإذا الحكومة اليوم صارت بنوع تتأزح. من أنواع الضغط عايشة تحت ضغط لن يكون اخذ القرارات وخاصه سهل. بالاصلاحات يلي موجوده بقلب ورقه المالية الاقتصاديه سهل لا لانه المشكله انه لا يوجد فصل حقيقه في نفوس اعضاء الحكومه بين القرار السياسي وبين القرار الاقتصادي لذلك اي عمل اصلاحي بطال احد المحسوبين على احد الاحزاب سيتم اعتباره او ستتم قراءته كانه عمل سياسي اكثر من ما هو عمل اصلاحي وبالتالي هون بدها ترفع كثير يعني معالجه الامور وتطبيق ورقه عبد الماليه الاقتصاديه بدها ترفع وهذا الامر الهيئه منه متوفر المعلومات اللي رشحت عن لقاء الرئيس الحريري مع الرئيس ماكرون بتقول انه الرئيس ماكرون طالب بتغيير الحكومه اللبنانيه وعدم اعطاء الثلث المعطل أه لاحد لا حتى تقدر الحكومه تاخذ قراراتها لانه هلا ما بتقدر تاخذ قرار بما انه في ثلث معطل ثلث معطل بس ما راح يكون سهل يعني انا ما عم بقول انه سهل انا عم بقول لك شو الـ الـ طيب هل هالشيء تم ربطه بتطبيق مقررات سيد؟ للاسف آه هذا الظاهر لم ناخذ تاكيد آه آه واضح على هذا الامر ولكن من الواضح انه في عدد معين من الشروط آه يمكن منا ويردي بالكتيبه كتابه ولكن على الاقل ويردي آه بالاحاديث اللي عم بتصير آه في عمليه موقف الدولة اللبنانية من حزب الله في حال شن حرب على إسرائيل في موضوع الكهرباء يعني خطة الكهرباء وتنفيذها في موضوع تطبيق موازنة 2019 وفي موضوع موازنة 2020 نحن نصل لهم بالمحور ها الشروط الأربعة الهيئة أنه صاروا مثل مش عم نقول انه ينفذوا ما فيكم ما فيكم تمرقوا على ساد بدون المرور بهيدي تنفوت بس على بشق صغير على وضع الليره، هل هل على شراء الدولار ويعني ليش في عنا هالتهافت على شراء دولار واحد، اثنين هل فعلا في خطر وشو جديه تطمينات حاكم مصرف الليره بهذا المجال باخر مؤتمر عمله بدايه هذا الاسبوع؟ <applause> آه لك آه خلينا نبلش من الاخير، الليره ما بها شيء. الليره هي بحال جيد واليوم المؤشرات النقدية بتقول أنه لا خوف على الليرة طيب عم لشراء الدولار لأنه في عدة أمور رح رح نتطرق لها في عدة أمور للأسف نحن المواطنين كمان مشاركين بالأمر رح أقول لك ب 23 آب 2019 صدر تقريرين لا شركات او الاحرى وكالات تصنيف ائتماني و... و... وكانوا الى حد معين سيئين الناس تخوفت صارت تتهافت على الدولار لانه تتذكر حضرتك كيف كانت الاجواء انه افلاس وما افلاس وقصص يعني سحبوا الناس من المصارف مما لا يقل عن مليارين ونص دولار عندي مليون و250 الف عائله اذا بالمعدل ألفان دولار للعائله عندي بحدود المليارين ونص هذا اقله ما ننسى كمان في العمال الاجانب يلي عم ياخذوا دولارات وعم بحولون يعني لا لا انه هاو خارج عم بيطلعوا فاذا صار في طلب كبير على, على الدولار على الدولار وهذا الامر تفاقم مع بدء بعض التجار بعض التجار حتى ما نشمل وبعض الشركات وحتى المواطنين بالتجاره بالدولار يعني <applause> عفوا احد المواقف بعتولي الصوره احد المواقف مسعر الموقف بالدولار وكاتب انه بنعتذر نظرا للاوضاع الحاليه نعمل بالدولار وصلت لهون مواقف دار حضانه هذه الكراش مسعره بالدولار بياع خضره بيع البندوره امبارح الزلمه جاب لي الفاتوره بيع البندوره بالدولار الجامعات عم بسعروا بالدولار لا في مشكل في مشكل في عندي شيء بس مسموح؟ لا في عندي شيء اسمه المرسوم الاشتراعي 73 على 83 لا يحق لنا انه نعرض خدمات او سلع بالعمله الاجنبيه بنعرضهم بالليره اللبنانيه هذا الزامي فاذا بما انه صار في طلب على الدولار فاتوا بعض المواطنين وبعض الصرافين باللعب راح اقول لك احد عفوا <applause> المصارف بس شافت انه في طلب كتير على الدولار بدها تحلل شو هو هذا الطلب رح رح اقول لك عن حالي رح صدوها المصارف ورح تضحك من وتشوف قديش المشكله كبيره شاب صغير بالعمر بالعشرينات عندو حساب بالبنك وفيه 3 ملايين ليره اجا راح على البنك تبعه حولهم للدولار حولو حولوا للدولار راح على الصراف الالي الالي الاي تي ام وسحب الدولارات منيح تاني نهار اجا حط لبناني 3 ملايين و200 الف حولهم للدولار وراح على الاي تي ام سحب الدولارات وعملها على كذا مره هذا طيب شاب بعمر 20 سنة أو أكثر ثلاثة 23 سنة يعني بعتقد لا عنده أي نشاط اقتصادي بيبرر إنه كل يوم ياخذ بحدود ال 2000 دولار يحولهم ولا عنده أي خليني أقول مدخول أو حاجة بتبرر هالأمر فإذا الاستنتاج كان واضح إنه هذا الزلمة عم بيتاجر بالدولارات الصرافين في منهم نوعين منهم مرخص ومنهم مش مرخص المرخصين شفنا نحن انه في منه اسم تحول على القضاء آه الغير غير المرخصين هاو يعني مثل ما بقولوا أم امور اصعب اصلا لانهم عم بيمارسوا مهني غير, آه متل غير بطريقه غير شرعيه بطريقه آه غير شرعيه وهذا الامر في عليه معاقبه فاذا نحن اللبنانيين فقمنا وحديثا خرج باحد وسائل الاعلام في تقرير شهير عم يحكي عن انه هناك شبكات بإدارة أصحاب نفوذ بالدولة اللبنانية عم يتاجروا بالأحرى عم ينقلوا الدولارات بكميات كبيرة لخارج لبنان وهذا صار في تحذيرات من الدولة بالأحرى من الولايات المتحدة الأمريكية إن للحكومة اللبنانية أو للسلطة النقدية يعني مصرف لبنان انه بدكم تنتبهوا على الامر وهذا الامر خلى نعم. انه العمليه توقف، فاذا شح الدولار اليوم بالسوق هو سببه التهافت الغير منطقي والغير غير مبرر ولذلك المصارف عمدت الى لجم لجم بعض الناس اعطاء الدولارات وخاصه الكاش منه لناس اللي هن منهم بالعاده عندهم من يعني هون ممكن. ما في خوف على التحويل الماليه لا واحد عنده لا شركه بده يحول مصاري لبرا يدفع اذا بيستخدم القنوات المصرفيه يعني الصحيحه ما في اي مشكله هو والمورد تبعه اثنيناتهم عندهم حسابات مصر ما في, دي في دي أي, دي أي, دي. اي مشكله ماذا عن التقارير الدوليه عن وضع الماليه العام في لبنان يعني هل تؤخذ هذه التقارير الدوليه على محمل الجد او قد تكون بعض التقارير يعني يدخل فيها بعض التوقعات اللي هي غير غير صحيحه او بعض التكهنات وطبعا هذا الشيء يعني ممكن كثير يكون مرتبط بسياسات معينه لا لا اظهار لبنان وكانه بلد على شفير الافلاس أه بدي اقول لك ورقه بعبد الميلية الاقتصاديه بنرجع لها اخذت بعين الاعتبار التقارير اللي مثل ما بقولوا طلعت واخذت بعين الاعتبار التوقعات والتقييم الخارجي للبنان هل في جديه بالتعاطي مع هذه التقارير اذا عندكم جديه بالتعاطي مع هذه التقارير يعني طبقوا ورقه بعبد انا بنظري لا يوجد جديه بالتعاطي مع هذه التقارير لا يوجد جديه هاي القصة واضحة هاو التقارير قالوا لي عندك واحد اثنين ثلاثة عن حق عن باطل خلينا ما نعطي رأي بهذا الموضوع طيب من تاني جهة حطنا لكم هاول النقاط بقلب ورقة عبد الملي الاقتصادية تفضلوا طبقوها طب ما تفضلوا طبقوها فإذا أنا باعتقادي لا يوجد جدية نعم تنختم القسم الاول عندي سؤال في حال تم فرض عقوبات جديده على احد المصارف اللبنانيه او شخصيات كانت مقربه من حزب الله او لا هل هذا الشيء رح ياثر على الوضع المالي رح ياثر على الليره 100% الوضع المالي على طول بيتاثر على طول الوضع المالي بيتاثر لانه نحن بنعرف انه نحن اقتصاد مفتوح ويعتمد على التمويل الخارجي ولكن التاثير لن يكون مثل ما بقوله تاثير كارثي السبب بكل بساطه لانه نحن قطاعنا المصرفي ملتزم بتطبيق القوانين الدوليه والمعايير الدوليه يعني الوديه محفوظه ومن ثاني جهه خليني اقول القوانين الدوليه بما فيها العقوبات مطبقه فاذا لن يكون هناك تاثير فعلي كبير على الارض ولكن اقلها السمعه مش منيحه يعني السمعه هي بتشكل لك خساره في ناس كانوا حابين يمكن يحطوا وضية عندك بقطاعك المصرفي نظرا للفائده العاليه حابين يحطوا بسير يمكن يضرب فريم شوي ولكن بالمطلق انا شخصيا مني خيفين من هالامر خيفين من مواجهه بركي بالقسم الثاني بنقدر نحكي عنها اللي هي المواجهه بين الطلب الامريكي او الطلب الغربي للحكومه بيأخذ موقف من حزب الله بحربه على اسرائيل والموقف حزب الله اللي بيطلب من الحكومه انه تاخذ موقف رسمي ضد العقوبات الامريكيه لانه نحن بنعرف بهالحاله رح تاخذ الصراع رح ياخذ حلبات كثيره واحدى الحلبات ممكن تكون القطاع المصرفي نعم هذا بلكي رح نقشهم بالقسم الثاني اضافه الى مشروع موازنه 2020 ومؤتمر الأستاذ فاذا مشاهدينا فاصل ومتابع حديثنا مع البروفيسور عشاق. لقائنا بكفي معكم المشاهدين بعد الفاصل مع البروفيسور جاسم عجاء بهالحلقه الاستثنائيه والخاصه بالموضوع الاقتصادي، بروفيسور بنوصل الى موازنه العام 2019، هل انت راضي على ما على كيفيه اقرارها واليوم كيف ماشيه هذه هذه الموازنه واليوم يعني كمان يقال انه شكرا يعني لمجلس النواب وللحكومه انه اقرت بالاوقات المفروض انه تقر فيها وبدء الحديث عن مشروع قانون 2020 والاليه المتبعه يعني كله خاصه موازنه 2020 تحترم القواعد الاساسيه والمهل الدستوريه للموازنه، هل هالشيء بيطمن الى انه موازنه 2020 مثل ما قال إيه وزير الماليه لن يكون هناك ضرائب جديده على العالم انما راح يكون كمان في مزيد من إذا بدك بين شد أه 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 تشديد على موضوع الهدر والفساد هلا في آه شغله بدنا نذكرها يعني إقرار الموازنة هو بحد ذاته أمر مهم آه كتير كثير مهم لأنه بدون موازنة كان في جرائم عم ترتكب بحق المالية العامة من 2005 لل 2017 كان في جرائم عم ترتكب لذلك أنا باعتقادي انه من وقت ما انتخب الرئيس وشكلت اول حكومه وقررت الموازنه بشهر تذكر تشرين الاول او تشرين الثاني 2017 كان بهداك الوقت كان صار لنا سنين موازنه على على الاثني عشريه على الخطه كثير مهم مصبوط. اقرار الموازنه وانا باعتقادي اكبر جرم ترتكبه السلطه السياسيه وعدم اقرار موازنه هلا موازنه 2019 للاسف اجت مؤخره ولكن اقرارها كان ضروري اساسي بس اجت مؤخره لانه نحن بنعرف ان الحكومه ما قدرت تتشكل الا باخر شهر كانون الثاني 2019 شيء اخر وهذا الامر اخر لذلك باعتقاد الشخصي اقرار امر جيد اقرار خارج المهل الدستوريه امر مش منيح عشان هيك عم بيشددوا هذه المرة على اقرار موازنة 2020 بالمؤهلة الدستورية. هلا من ناحية التطبيق نحن بنعرف انه من ناحية التطبيق لحد هلا لا يوجد شفافية فعلية من ناحية التطبيق لنعرف النتائج. يعني اقرت الموازنة بشهر بشهر 8 يعني في كان عندنا شهر 9 وهلا بلشنا الحديث عن هلا صرنا شهرين بدنا نعرف شو عطيت نتيجة على الارض شهرين تطبيق للموازنة. هلا يمكن يقولوا انه مثلا ما في ما في شيء ملموس بعد خلينا نشوف على كل حال نحن ناطرين ارقام اداء الماليه العامه يلي بتصدره وزاره المال بشكل شهري واقف عند شهر حزيران 2019 راح نشوف بس يطلعوا الارقام شو راح يكون شوي الواقع المالي وتداعياته ولكن بالمطلق قرار موازنات هو امر ايجابي نعم، طيب ماذا عن عن المزاريب الهدر يعني؟ ما رح اقول لك انه هذه... واضحه شيء انه وين ممكن انه يبين الخلل وين ممكن انه يصير في نجم؟ ها, ها, ها كلهم المزاريب الهدر والاجراءات لاصلاحهم موجودين بورقه بعبد الملي الاقتصاديه يعني ما بقى بدهم مثل ما بقولوا تحليل وطلوع ونزول موجودين بس هل هذه الورقه برايك اليوم مشروع موازنه 2020 قد تستوحي؟ راح اقول لك راح اقول لك الحكومه فقدت مصداقيه الارقام اذا بدك بموازنه 2018 لانه قالت شيء وطلع شيء تاني بموازنه 2019 احتمال عم بقول احتمال انه كمان قالت شيء وراح يطلع شيء تاني. عارف كيف؟ احتمال بس في حال تطبيق موازنة بحال تطبيق ورقة بعبدة وإدخالها داخل موازنة 2020 ما ستقول الحكومة سيكون الواقع على الأرض إذا لم تنفذ هذه الورقة وتحطها بقلب الموازنة أقله الإصلاحات بعض الإصلاحات الأساسية يلي مصنفة بقلب الورقة على أنها أساسية بقلب هالموازنة كمان رح تضل تقول شيء ويطلع شيء تاني المشكلة أنه على الورق عم بحطوا شيء والحقيقه على الارض عم بيكون شيء ثاني وهذا نظرا لانه في عندك فساد مستشري لدرجه انه تتوقع شيء عم يطلع لك شيء ثاني طيب رح اعطيك مثال بموازنه 2018 تم توقع ايرادات بقيمه معينه يلي تحقق منهم ما خمسة 60 65% منهم طيب شو السبب؟ السبب هون في عندك فساد هذا الفساد والهدر الموجود غير مقبول بقى فاذا روحوا طبقوا ورقه تبعت على اللي فيها اصلاحات تضمن لكم اذا قلتوا بدي طيلع 18 مليار دولار راح يطلع طلع. لكم 18 يا خي اذا مش 18 17 مليار بس مش تقولوا 18 ويطلع لي 12 عصر. مليار هذا اللي صار مرة الماضي لا. يعني انا باعتقادي هذا الامر تجاوب على سؤال حضرتك هذا الامر اساسي هون الـ الـ هل يكفي انه المبادرات او يجب ان يكون هناك فعلا قوانين تلجم عندك كمان قصه المعابر الغير شرعيه اللي امبارح وعد رئيس الحكومه انه هذا راح تشوفوا انتم بهالايام ناس بتتحول على القضاء من جراء الله يسمع منك ان شاء الله انه يتحولوا ناس انا بالنسبه لي ما زالني ما شفت واحد ما فساد ورا القطبين يعني معناتها عم نضحك على بعضنا هذه كلها راح تكون الى حد معين شعارات. انا شخصيا بدعم يلي قاله رئيس الحكومه وبتمنى انه يكون عنده القدره يحطهم ورا الحبس ورا القطبين بالحبس لانه ما بقى مقبول صارت السرقه علنيه صار الفساد متسوفة. علني يا عمي ما في بقى جنس الحياه بكل دول العالم المال العام مقدس في له قدسية قدسية بأمريكا إذا بتسرق من المال العام فرانك تأكد أنه بعد ثلاثة دقائق أربعة دقائق بيكونوا طابين عليك البوليس وبتتحاكم مثل كأنك مرتكب جريمة أكبر جريمة وأبشنع جريمة إذا بيتهرب الواحد من دفع الضرائب يحاسب كجريمة طيب نحن عندنا هون بيعتبروها شطاره تهرب ضريبه اذا اذا بيجي بيشتري بيت انا كمواطن بعمل حيالله شيء بس تدفع رسوم التسجيل اقل على الدوله، طيب ليه؟ طيب ليه؟ اثنين بيجي على البور عرفت كيف؟ على الجمارك بيدفع مصاري بتفوت لك لك هل هل احدى هالوسائل التهريب، بدي اقولها لانه ما بقى ينسكت عليهم هيك بفوت كونتينر على الجميرك وهذه حقيقة <applause> خبرني إياها أحد الأشخاص وهذه فيك تقول برسم المعنيين خليهم يتفضلوا ياخذوا إجراءات فات كونتينر فيه أجلك صرامة كل الصرامة اللي موجودين فيهم فردة وحدة مش فردتين هي عادة بيكون فردتين فيهم فردة وحدة عرفت كيف؟ جهة الشمال فتحوا هالكراتين ما هو ما بيستخدموا حدا بيلبس احذيه شو اسمه فردي وحده اعتبروهم خردي ما اخذوا الجمارك عليهم بعد شهر جابوا كونتينر تاني بس فردة اليمين اعتبروه خردة اعتبروه خردة فاتوا بدون طب ليه طب ليه هيك يم... امور ليه مش مسموح <applause> فيها مش مسموح مش فيها مش مسموح فيها صحيح اذا بننتقل هلا بس نختم محور الموازنه موازنه 2020 صحيح انه لن يشون ضرائب تطال المواطنين لا اعتقد لا اعتقد انه ما راح يحطوا ضرائب لانه الايرادات لا تكفي الايرادات لا تكفي هلا في, في حال في طبقت ورقة تب من هلا اه لا, لأ اذا طبقت ورقة ما منّي بحاجه ولا لاي ضريبه، حتى الضرائب اللي وضعت بال 2019 ممكن شيلها ممكن اني شيله اذا طبقت ورقة بعبد الماليه الاقتصاديه يعني معلوم نعم طيب ما في اليه هلا متبعه لتطبيق هذه ما في لجنه موكله لتطبيقها يا استاذ زاني بعدهم لحد تضل عم يقترحوا، كل واحد جايب لك ورقه وطرحها وقاعد عم يشتغلوا، يا اخي روح طبق ورقه بعبد خلص بقى حاملين وراء بفوتوا بيطلعوا بيطرم لك راسه عيني بس روح طب ورا تبعتها <applause> مثل كنتوا كنتوا كنت كلكم موجودين <وفقتو. تصفيق> وكلكم مدعيين طب ما كلكم وافقتوا وكلكم وافقتوا خلي كلكم وفقتوا هون <applause> ساعتها صار في غيات ثانيه في نفس عقوم مثل ما بيقولوا في شيء ثاني اذا بننتقل الى القسم الاخير اللي هو مؤتمر سيدر سيدر سادر وربطه بالاصلاحات ومكافحه الفساد اليوم يعني اذا بدك فيها ننطلق من اللقاء يلي عمله تفضلت واشرت قبل له انه الرئيس ماكرو حسب المعطيات اللي توفرت لعندك انه طلب حتى سادر يطبق مفروض الحكومه اللبنانيه يتم تغييرها هيك طلب من الحريري مثل ما تفضلت حضرتك وقلت وم وممكن يكون في طلبات لا, لا، هو أخرى. طلب تغييرها كرمال تقدر تاخذ قرارات لانه باعتقاده انه وجود ثلث معطل يمنع عليها القرارات نعم طيب اليوم واللقاء الرئيس بنيويورك مع ماكرون كمان مع الرئيس الفرنسي كمان برايك صار في طرح مواضيع هلا ما بنعرف انه المعلومات ما بتعرف حضرتك انه هذه اللقاءات عاده بتكون مثل ما بقولوا ما حدا بيعرف لانه هن الموجودين في اوقات بيكون تسريبات من بعض الموجودين في اوقات هن من اصحاب العلاقه إن كان فخامه الرئيس او الرئيس الحريري دولة الرئيس الحريري ممكن هني يسربوا بواسطة بعض المعلومات نحن ما بنعرف ولكن التوجه الفرنسي واضح بهذا الأمر يا جماعة رح نعطيكم المصاري تبعو السادش موجودين ومحطوطين هون بس بدكم مفتاح تقدروا تاخذون هذا المفتاح بيتمثل بالاصلاحات حاطين على راس الاصلاحات الكهرباء بالنسبه لانه قطاع الكهرباء صار خط احمر لا يمكن بقى القبول وانا باعتقادي هذا يمكن خليني اقول النقطه الوحيده اللي بتشكل فيتو يعني عدم تطبيق الخطه اللي انوضعت الخطه اللي انوضعت واصلاحات بقطاع الكهرباء هذا رح يمنع ولا يمكن. ولا, يفرج. ولا يمكن البنك الدولي صار له 10 سنين استاذ داني انا لا على ده. معلوماتي هلا يمكن يكون صار له اكثر بس صار له 10 سنين بيطالب باصلاح قطاع الكهرباء وقال نحن مستعدين نمول عرفت كيف؟ فاذا بهذا الشيء هذا موضوع الكهرباء، ثاني نقطة هو القطاع العام بيعتبر بيعتبر ماكرون القطاع العام فيه فساد كتير وفيه مخصصات كتير وهذا الأمر بقلل من فعالية الـ الـ الإدارة العامة لا يعقل أنه يجيك مثلا بإدارة عندك انتماءات حزبية تفوق الانتماء للدولة اللي عم تاخد منها مصاري وهذا الأمر واقع يعني بتروح على بعض المكاتب بتلاقي صورة الزعيم تبع الموظف محطوطة يعني إذا بيقول له رئيس عمول هيك بيقول لا وإذا قال له زعيم عمول هيك بيعمل فإذا في مشكلة بقصة الفعالية هذا الأمر طلب ماكرون عدد من الاصلاحات يعني انه يعمل عمل اصلاح مش طلب هو ما فات بال... باعتقادي بال... بالتفاصيل ولكن الخطوط العريضه اللي مطلوبه اذا واضحه هي انه ينعمل آه مسح كامل وشامل للقطاع العام بما في التوصيف الوظيفي الوصف الوظيفي لل... 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 للاشخاص يعني هذا شو بيعمل شو بيشتغل من آه لا يعاد توزيعها وتفعيلها واجراء اصلاحات عليها والى ما هنالك والنقطه كمان الثانيه هي موضوع التوظيف طريقه التوظيف النقطه الثالثه هي المكنني لانه بيعتبروا انه غياب المكنني هو عامل فساد اساسي فاذا عائل اصل المكنني واكيد في توجه او في مثل ما بيقولوا ضغط انه خففوا من حجم القطاع العام لانه القطاع العام كبير هلا ثالث نقطه كمان هذه من الشروط الأساسية بدهم خطوات عملية لمحاربة الفساد وهون يمكن ممكن ممكن يمكن هذه فرضية مني أكيد منا يمكن يكون تصريح دولة الرئيس الحريري يلي أنا شخصيا مثل ما قلت لحضرتك معه للأخير فيها أنه بدي حارب الفساد رح تشوفوا ناس على من الهاول تبعول التهريب ورا على الحدود وراء القطبين ممكن تكون تفوت بهذه الخانة إنه عم بيعطي إشارة واضحة للخارج بيعطي الصورة إنه نحن أنا هذه بالنسبة لإلي إذا قدر يعملها يعني معناتها انه في اجراءات نعم مجدد. هل تظن بروفيسور انه اذا في حال صار في تقارب ايراني امريكاني وخاصه يحكى هلا بهاليومين ما بين ماكرون والرئيس روحاني هل ممكن بواسطه الفرنسويه وحتى رئيس وزراء الباكستان كمان يعني يتوسط لحل حالة الامور هل تعتبر انه في حال دخلوا بحل النزاع دبلوماسيا بين الطرفين ممكن ينعكس ايجابي على بشكل المنطقه أكيد. على لبنان وعلى ساد انا على القليله بلبنان عم بقول خليني اقول بلبنان سمحت السيد حسن نصر الله امين العام لحزب الله قال بالحرف الواحد باحد خطاباته انه اذا صار في هجوم على ايران من قبل الولايات المتحده الامريكيه ستشتعل المنطقه يعني معناتها عرفت كيف انه العكس كمان مظبوط بما انه قال هاي يعني معناتها انه العكس مضبوط اذا صار في تقارب مع الولايات المتحده الامريكيه ستهدأ في المنطقه ستهدأ في المنطقه وبالتحديد بلبنان لذلك انا باعتقادي جواب على سؤال حضرتك نعم واتمنى هذا التقارب واتمنى اكثر واكثر لانه سمعت بمجلس عفوا بالامم المتحده سمعت انه في تصريح ل وزير الخارجيه آه السعودي السعودي وكان عم يحكي عم بيقول انه بدنا من ايران انه تكون هي دوله جاره بس بدنا عم يعني عم بيوصف شو بده منا هذا الامر بيوحي باللغه الدبلوماسيه انه مستعدين للحوار نعم. لما بقول لك شو بدي منك يعني معناتها انا عم عم, عم بفتح عم 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 للحوار انا باعتقادي الحوار السعودي الايراني اهم من الحوار الايراني الامريكي لمالكيني. لانه بس هو كمان يعني بمهدوا لبعضهم بتصور لانه اذا بدك شئنا ام ابينا هذا واقع الحال نحن نسيجنا هيك الايرانيين لهم نفوذ كبير في لبنان، السعوديين لهم نفوذ كبير بلبنان في ما فينا ننكر هذه حالنا هذه إذا تقارب التقارب بده اكيد رح هل في علاقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي قد تشكل، كمان هل هناك من من بوادر إلى ممكن مثلا كمان يعني بصير في نوعا ما تعاطي أكثر إيجابية في المنطقة؟ لا أنا باعتقادي لا، لأنه بعده هو ذاته الشخص نتنياهو لن يتغير شيء لا على العكس جاء هذا الزلمي وواعد انه بده يضم الضفه الغربيه ويعني الاراضي وال... يعني اراده بالحرب وال لا لا واضحه واضحه على كل حال بالنسبه للبنان لا مجال لا من قريب ولا من بعيد لا. انه يكون في حل حالي بالنسبه لهالموضوع صح. الا عبر الولايات المتحده الامريكيه لانه الدبلوماسيه الامريكيه دبلوماسيه فعاله قويه والولايات المتحده الامريكيه بهمها انه يكون في سلام بالشرق الاوسط اكيد بشروطها هي مش بشروطنا نحن بس انه بهمها يعني في مسعى هذا الامر لذلك نعم النقاش مع الامريكيين ممكن انه يؤدي الى نتيجه يساعدنا كثير بس اكيد اكيد حكومه نتنياهو الجديده لن تكون افضل من قبل ابدا نعم حتى, يعني حتى, نختم بيبقى في عندي بس اشاره الى الخطاب يلي قيل باسم لبنان على لسان فخامه الرئيس بنيويورك امبارح هذا الخطاب يلي يلي انقال بجمعيه الامم المتحده كان فعلا واضح وكان يعني اعطى رؤيه رؤيه للوطن رؤيه للرساله خاصه بعد تصويت على جعل لبنان مقر ال للحوار والتعايش بين الاديان يعني هذا كمان وقت تم تصويت له يعني معظم الدول صوت باستثناء بس امريكا واسرائيل هذه علامه كثير مهمه بركي بحلقات اخرى بنطرح هذا الموضوع نحن نقول نحن كلمه عن الموضوع على كل فخامه الرئيس كعاد على عادته بكل اجتماع دولي بفاجئ بخطابه خطابه عطول طول فيه بقولوا شيء جديد شيء لصالح الإنسانية كلنا بنتذكر خطابه بالجامعة العربية بقمة الدول الجامعة العربية لما دعاهم للسلام مع بعضهم للحوار مع بعضهم بعتقد أنا إيه أنه في عم يعطي دروس وطنية أخلاقية 100% على مستوى في كلمة, في كلمة قيلت بهذا مني حفظها بالحرف الواحد ولكن ملفت للنظر أنه لا يمكن انه بناء سليم او يكون في رواء بالمنطقه اذا كان مبدا انه انا القوي يعني, يعني انا ختم يعني ختم اللي ختم فيها يعني هذه ختم فيها خطابيه اللي يعني فيها انه القوي هو صاحب صاحب هذه هذه بعتاد هي بحد ذاتها هذه درس درس كبير نعم بس بهذا الموضوع بهذا الخطاب تم التطرق الى وضع اللاجئين السوريين وهون ربطوا بالوضع الاقتصادي يعني عم بياثروا علينا بشكل كثير كبير على اقتصادنا على العالم انه يتحرك لوجود حل لقضيه اللاجئين سوريا اليوم بمعظمة امنه عليهم العوده الى ديارهم م. وتامين العوده السليمه والامنه تاثيروا على الكهرباء تاثيروا على البنى التحتيه تاثيروا على على, على اقتصادنا يعني واضح. اقتصادنا واضح الضرر على الصوت هون بهذا الموضوع ضرر على اقتصادنا واضح الضرر حقيقي الضرر لا ينهن على المجتمع النازحين السوريين بحد ذاته كمان حقيقي ولكن بدي أخبرك شغلي الموضوع سياسي بامتياز وأعلى بخطاب الرئيس أعلى عم يتم مثل ما بقولوا استخدامهم كورقة لها النازحين لأهداف سياسية إيه لا بعتقد أنا الخطاب كان كامل شامل وبيعبر عن الواقع. نحن فعلا بدنا نشكرك وان شاء الله بكون في لنا لقاءات اخرى معك بروفيسور دائما بنتزود منك وهيك بتتوضح الصوره لأن اكثر اكثر خاصة انه بتكون الصوره واقعيه غير منحازه وهذا هو اهم شكرا اهم نقطه لألك. شكرا لك شرفتنا اهلا أهل وسهلا مشاهدينا بنشكركم للمتابعه ان شاء الله بنلتقي بحلقات ايضا اخرى ضمن برامجنا الى اللقاء.